الان على مستوى مركز مولاي ابراهيم، وكما ترون هنا نقطه لتوزيع الملابس، الملابس التي تم احضارها من قبل الجمعيات المدنيه. يشرف الان مواطنون من سكان مولاي ابراهيم على ترتيب هذه الملابس من اجل توزيعها على الاسر المتضرره. معنا سي ابراهيم، هو من سكان المنطقه، وانت ايضا من الناس اللي كيقوموا بتدريبات الدار ديال دوك الناس اللي في الدار ديالهم. الله يرحمكم. نعم، دابا شنو كديروا على مستوى هذه النقطه؟ كتهز في الحوايج، شنو كديروا؟ هاد الحوايج كنجمعوهم هكا وكنوزعوهم على حساب كل شيء اللي عندنا، معنا الناس اللي كاين عندنا هنايا، هذا الشيء كل شيء ولكن كل بلاصه فيها واحد شويه، وهاد الناس كنفرق هاد البركه كنفرقوا، كل منطقه كنجي لها شويه، معنا هنا فيها 30 اسره، هنا فيها 20، هنا فيها 5، هنا فيها 10، كل هذوك اللي تدريب لهم الدار، وكنكون هاد الناس كون واحد دابا كاين منهم واحد كيجي كيوقف كالاحتياج ديالو كيجي المقال ديالو البلاصه ديالو. الله يجزيكم بخير، هذا هو. الله يجزيك بخير اختي، الله يحفظك ويسلمك، الله يساعدك. الله يكرمك. جمع الملابس وترتيبها وتسليمها فيما بعد للمنكوبين. ست هامي ايضا من الناس اللي كيقوموا بهذه العمليه. ست هامي، تكلمنا على انت اشنو كتقوم به؟ مرحبا بك اختي، كنشكركم اولا على الالتفاته ديالكم. بالنسبه للعمل ديالنا، حنا مجموعه ديال الشباب ديال المنطقه الغيورين على هذه المنطقه، حاولنا اننا نتكافئوا الجهود ديالنا ونجمعوا القوى ديالنا ونكونوا واحد الجماعه باش نواجهوا هذه الآفة الطبيعيه اللي استهدفت هذه المنطقه. وبالنسبه للمساعدات اللي كيجينا من بعض الجمعيات اللي كنعرفوهم، كيجيونا من جمعيه من طريقنا، حاولنا اننا نلصقوا معها، جبتنا هذه المجموعه ديال الملابس، وكنحاولوا اننا نفكروا على حساب الخيام، تكون مجموعه من المخيمات، تقريبا 7 مخيمات في هذه المنطقه ديال مولاي ابراهيم، بالضبط اغريس، حاولنا نكونوا 7 مخيمات، وكنحاولوا هذه الملابس اننا نفكروا على 5 أقسام باش كلشي ان شاء الله يستافد. على الناس اللي مشاو لهم ديورهم بالكامل، بعض المرات كاين شي ناس ديور ديالهم متصدعه، ولكن كيحاولوا انه على الاقل ياخذ الملابس الاثمن. نعم، طيب الملابس هنايا كنشوف الاحذيه، الملابس ديال الصغار ديال الكبار، اشنو لقيتي فيهم بالضبط؟ عاود لي على هنايا اشنو فيهم. هناك بعض الالبسه الغاليه، ولكن الحمد لله بالغرض.